طبعا هي خير من 1000 شهر. يعني 1000 شهر كم سنة؟ 82 سنة. يعني ليلة واحدة تعادل 82 سنة. كون ليلة القدر في هذا الشهر المبارك، هذه الليلة شأنها عظيم، أنزل القرآن فيها وما جاء فيها من النصوص والآثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما سار عليه صحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، لا شك أنه يؤكد أهمية هذه الليلة وحرص الإنسان عليها. طبعا هي خير من 1000 شهر. يعني 1000 شهر كم سنة؟ 82 سنة. يعني ليلة واحدة تعادل 82 سنة. إذا أخلص الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى فيها. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. طبعا العمل الصالح فيها معناه أنه مضاعف من حيث الأجر ويزيد عن 1000 شهر. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه سمع ممن يثق به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُرِي، يعني في المنام، أُرِي أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من 1000 شهر. طبعاً فيها تنزل الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هي خير وسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وطبعاً الأقوال مختلفة فيها في تحديدها، وليس هناك نص صريح بالتحديد، لكن أرجح الأقوال أنها في 10 الأواخر من رمضان، وأن ليلة 27 فيها تعتبر أرجح. طبعاً فضل قيامها عظيم، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ليلة واحدة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذه فرصة نادرة يستغلها المسلم في أن يغفر الله سبحانه وتعالى له ما وقع فيه من أخطاء. من الناس لا يخطئ؟ من الناس لا يقع في ذنب في أي وقت من الأوقات؟ فإذا أراد أن يغفر الله له سبحانه فليحرص كل الحرص على انتهاز فرصة رمضان وعلى انتهاز هذه الليلة المباركة التي هي من خصائص شهر رمضان، ألا وهي ليلة القدر. ونقل عن عائشة في الحديث الصحيح أنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا من الأدعية التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، والأدعية الأخرى كثيرة، والمهم أن يكون مخلصاً في عمله لله، وأن يحرص كل الحرص على أن يعزم في المستقبل على الاستقامة والابتعاد عن أي خطأ ارتكبه في حياته.